بسم الله. في الفيديوهات اللي فاتت عرفنا عن ايه الكتريك فيلد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكتريك فيلد ولكن في وجود رود. هنتعرف على الكيس دي وعلى القانون بتاعها وهنحل سؤال عليها. الكتريك فيلد due to a charged رود. يعني ايه charged رود؟ يعني رود مشحون. لو اعتبرنا ان انت دلوقتي واقف عند نقطة اسمها بي وقدامك رود، المسافة بينكو هنسميها ايه؟ الرود دوت طوله ال، ما نعرفوش. الرود دوت متكون من اجزاء، الاجزاء ديت هنعتبر ان هي شحنتها موجبه. دلوقتي احنا هنمسك جزء من الرود دوت وهنشتغل عليه. احنا خدنا في التفاضل ان انت لو مسكت القلم دوت وعملت له تفاضل هتجيب جزء منه، عكس التكامل لو انت مسكت الجزء دوت وعملت له تكامل كده انت جبت الرود كله. طيب احنا كده عايزين ناخد قاعده ان انت لما بتفاضل حاجه كبيره بتجيب جزء منها، ولما بتكامل الجزء الصغير دوت هترجع لحاجه كبيره تاني. احنا قلنا ان انت واقف هنا عند النقطه اللي هي بي واحنا هنشتغل على الجزء دوت، فاحنا هناخد المسافة بينك وما بين الجزء دوت وهنسميها اكس. احنا قلنا ان الرود دوت شحنته موجبة، واحنا قلنا ان الشحنة الموجبة بتخرج اوتسايد الالكتريك فيلد بتاعها، بيكون اتجاهه اوتسايد الرود دوت او ايا كان الشكل بتاعنا. فاحنا واقفين هنا، فالالكتريك فيلد بتاع الرود هيكون اتجاهه تو ذا ليفت او هو اوتسايد الرود. من الكلام دوت احنا هنستنتج قانون هنستعمله اول ما نشوف رود. يلا بينا. لو اداني مثلا سؤال ادانا رود مثلا زي دوت طوله ال، دي نقطة بي اللي احنا واقفين عندها والمسافة بينها وبين الرود هي مسافة ايه؟ هنا في السؤال هو اداني ال ال عبارة عن 8.15 سنتيمتر، ومديني ال كيو ب 4.23 مايكرو كولوم. دي التشارج بتاعت الرود. طيب أول مطلوب عندنا وعايز ال linear charge density اللي هي لامدا. لامدا عندي بتساوي الكيو على ال ال، الكيو ديت اللي هي التشارج بتاعت الرود وال ال هي الطول بتاع الرود، تمام؟ فهنقول احنا عندنا هنا ضربنا في 10 سالب 6 عشان عندنا هنا مايكرو عايزين نحولها لكولوم، ومن سنتي لمتر هنضرب في 10 اس سالب 2، ده هيطلع لنا كولوم على متر. طيب دلوقتي هو طلب مني الماجنتيود والدايركشن بتاع الالكتريك فيلد من عند البوينت بي ال A ديت عبارة عن 12 سنتي متر. طيب احنا عندنا قانون بتاع الرود بيقول ايه؟ بيقول ان ال E بتساوي ال K في ال Q على ال A في ال A بلس ال L، تمام؟ فاحنا عندنا ال K احنا عارفين ان هو ثابت ب 9 10 اس 9، تمام؟ الكيو الكيو هو مديها لنا ب 4.23 مايكرو كولوم، 4.23 في 10 اس سالب 6. بعد كده عندنا قلنا الـ A ب 2 ب 12 سنتيمتر، فطبعا هنشتغل بالمتر، فهنقول ان احنا عندنا هنا 12 في 10 اس سالب 2 في 12 في 10 اس سالب 2 زائد الـ L، الـ L معانا 8.15 سنتي، برضه هنضربها في 10 أس سالب 2 فهتكون 8.15 في 10 أس سالب 2، تمام؟ طيب هي هتطلع معانا ب 1.5 في 10 أس نيوتن بير كولوم. طيب كده احنا جبنا الماجنتيود بتاع الإلكتريك فيلد من عند البوينت بي. طيب الدايركشن بقى بتاع الـ إيه هيكون أنهي اتجاه؟ احنا عندنا ديت بوزيتيف، فالبوزيتيف بتكون أوتسايد، تمام؟ فالدايركشن بتاع الاي هيروح كده، ده دايركشن الاي. فاحنا هنقول له ان هو الدايركشن هيكون تو ذا ليفت، تمام؟ هو على شمال الايه الرود بتاعنا. طيب جه في اخر مطلوب راح قال لي انا عايز الماجنتيود بتاع الاي لما نخلي الاي ب 50. طبعا مفيش اي حاجه زياده، احنا بس هنعوض في الايكويشن هنا، بدل ما حطينا الاي هنا وهنا ب 12 ب 10 سالب 2 هعوض ب 50 بس، مش هضرب في 10 سالب 2 عشان هي بالمتر، فمش محتاج ان احنا نحولها.